السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز اقول لكم النهاردة على معلومة في بعض الناس ما يعرفهاش وفي ناس كثيرة بتعرفها، بس هي مهمة جدا. اهم وجبة للطيور البغبغانات والطيور بصفة عامة بيض وبقسماط. بص حضراتكم، دي عبارة عن بيضاية واحدة، عشان انا ما عنديش طيور كتيرة من بعد ما صفيت المزرعة. حطيت بضاية وعليها معلقتين بقسماط ناعم او بقسماط. بص حضراتكم، دي وجبة البيض والبقسماط جاهزة اهي، عبارة عن معلقة ونص بقسماط ناعم وبضاية واحدة، كلهم مبشورين. البضاية مبشورة. هقوم بوضع دلوقتي لكل واحد كمية متوسطة. اهو انا عندي بغبغان روكي اهو، هيجي عليها جري اهو، هيتخانق عليها اهو دي. وبالنسبة للتانيين، الجزء التاني اهو، او الزوج التاني، بوتا اهو، ده الضجر، ده الولد، ودي البنت. لسه اللي طوق ما ظهرش، ظهر في نقطة صغيرة هنا بداية البلوغ، يعني في الموسم ده ان شاء الله يبدأوا ايه يتزوجوا. بحط لهم الكمية بتاعتهم. بيعشقوها طبعا جدا جدا. دي اكلات ستانلس ستيل اهي. حضراتكم دي عبارة، مرة تانية وسريعا اختصارا للفيديو، ده عبارة عن معلقة ونص معلقتين بقسماط على بيضاية، يعني كل بيضاية تاخد من معلقة ونص لمعلقتين بقسماط مطحون، والبيضاية بنبشرها او بالشوكة بنهرسها. بصوا حضراتكم روكي اهو بدأ ياكل، بس هو مشغول معايا بالكاميرا والفيديو. دي من اهم الوجبات، مليانه كالسيوم. البقسماط لتجميد وتنشيف المعده، وبرده مواد كربوهيدراتيه. البيض طبعا فيه، مش محتاجين نقول عن البيض، فيه البيض فيه كل الفيتامينات، يعني صفار البيضه سبحان الله، ربنا خالق صفار البيضه معلومه ما يعرفهاش حد، حتى بعض الاطباء ما يعرفهاش للاسف. صفار البيضه فيه جميع انواع الفيتامينات اللي موجوده في العالم، على ابسطها والاكيد على كده هي بدايه الجنين. البيضه فيها كل الفيتامينات لانها هي اللي بتعمل حتى الجنين. بص حضراتكم، شراسه وشراهه لما بيشوفوا البيض والبقسماط. دي دب اهي، وبوثه مش هيقرب اللي ما هتمشي لانها ايه شرسه معاه شويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.